السلام عليكم. زي ما وعدناكم فيديو، اول حاجه ابى اقول لكم مثل هذا الخيط وهالخيط وبعض الاشياء مثل هالحديده، الحديده دي ما ابغاكم تركزون عليها. السبب ان حصلت هذا بتاع قفص الفيران قديم شوي، استخدمته عدلته لصيد الطيور بدل الفئران، فزي ما انت شايفين اقدر اصيد فيها الطيور بسهولة. انواع الطيور التي تم اصطيادها في هذا القفص: اليمام لكن عددها قليل، البلابل، العصافير البلدي، عصافير الدوري، وايضا بعض انواع الطيور الصغيرة. الطريقة زي ما انتم عارفين، اول شيء راح نركز عليه قطعة الشبك الداخلية. دقيقة بس اضبط القفص ويجيكم. نرجع لكم. شايفين هذا؟ يعني الكل عارفة هذا حجمه جدا جدا خفيف. نفترض ان هذا عصفور او وزنه اقل من العصفور. شفتون دقيق جدا القفص. نعملها ثاني برضو، راح نعملها ثاني. القفص شوي دقيق تعديله زي ما تشايفين، ما يحتاج تعب. مرة ثانية استنى، هذه المرة نسينا هنا في شوية رمل. يمتسك على طول، يعني لو كان عصفور بوقتي سيمسك. نشرح لكم الحين المصيدة، الكل يقدر يصنعها. الحين فيديو ثاني نبدأ. هذا الفيديو الثاني، طريقتي في الشرح. هذه لم اشتريها وانما صنعتها بنفسي، واليفضل يفضل. وضعت هذه القطعة، قطعة قفص تم ربطها جيدا ها هنا بخيط رفيع جدا وقوي ويتحمل الشمس و خفيف جدا. بعدها نبدأ هنا داخل، نربط هنا خيط ونشده إلى هنا. يحتاج لوزنية توزنه كذا شوي، وتحط الطعم داخل، ما تحطه هنا تعلقه، لا تضعه هنا إنه سيفسد المصيدة. تضعها هنا، تضع الحب والرز، وقد تضع الفواكه للبلابل مثل التفاح وغيره، والأفوكادو أو الجوافة وليس الأفوكادو. إنما يأتي الطائر من هنا يدخل بكل بساطة يمسك. أنا استخدمت هذه الطريقة لصيد العصافير. المصيدة الثانية أجيب فقط سلك وأعود إليكم. نصنع السلك الآن. هذا قفص اليمام والقومي، وحتى لو حاولت أن تصطاد به ما حمام يمكنك وضع القفص بهذا الشكل، لكن أكبر منه حجما. الحين بس انقصالي. بعد ما قصيناها يفضل عدم وضعه بالتراب. هذا القفص من صنعي أنا، شكل يدوي، معليش على الإزعاج. هذا قفص واحد لكن وضعت قطعها هنا في النص كي تسهل الأمر، وتعدعه اثنان قفصان في نفس الوقت. وضع السلك مطاطي لسحبه، لسحب الباب، والآخر نفس الشيء. يفضل عدم
وضعه على التراب، فمثلا تضعه فوق صخرتان أو شيء كهذا من هذا القبيل. نشرح لكم من هذه الجهة نفسها، إنما صنعتها بنفسي واليفضل يفضل. وضعت هذه القطعة، قطعة قفص، تم ربطها جيدا ها هنا بخيط رفيع جدا وقوي ويتحمل الشمس وخفيف جدا. بعدها نبدأ هنا داخل نربط هنا خيط ونشده إلى هنا، يحتاج لوزنية توزنه كذا شوي، وتحط الطعم داخل، ما تحطه هنا تعلقه، لا تضعه هنا إنه سيفسد المصادة، تضعها هنا، تضع الحب والرز، وقد تضع الفواكه للبلابل مثل التفاح وغيره والأفوكادو أو الجوافة وليس الأفوكادو، إنما يأتي الطائر من هنا يدخل بكل بساطة يمسك. أنا استخدمت هذه الطريقة لصيد العصافير. المصيدة الثانية أجيب فقط سلك وأعود إليكم. نصنع السلك الآن. هذا قفص اليمام والقومي، وحتى لو حاولت أن تصطاد به ما حمام يمكنك وضع القفص بهذا الشكل، لكن أكبر منه حجما. الحين بس انقص هذه. بعد ما قصيناها يفضل عدم وضعه في التراب. هذا القفص من صنعي أنا بشكل يدوي، معليش على الإزعاج. هذا قفص واحد لكن وضعت قطعها هنا في النص كي تسهل الأمر، وتعدعه اثنان قفصان في نفس الوقت. وضع السلك المطاطي لسحبه، لسحب الباب، والآخر نفس الشيء. يفضل عدم وضعه على التراب، فمثلا تضع فوق صخرتان أو شيء كهذا من هذا القبيل. نشرح لكم من هذه الجهة نفس الجهة الثانية،